إذا نظم مركز الثقافة والفنون حسن 23 معرضا خاصا بالحرفيين الجزائريين المختصين في الصناعات التقليدية، وذلك احتفالا باليوم الوطني للحرفي المصادف ل 9 نوفمبر من كل عام. التظاهرة تستمر لثلاث أيام متتالية بمختلف أروقة الحسن. المتابعة لعبد الرحيم بنمري. هي تظاهرة تدوم ثلاث أيام 9 و10 و11 نوفمبر طبعا لإبراز مختلف أنواع الحرف والصناعات التقليدية وتشجيعا كما سبق وأن ذكرت لهم. طبعا غدا أيضا ستكون تظاهرة مع مديرية السياحة. كما نقولوا حنايا كاع مخدوم باليد، ماهيش حاجة كما نقولوا حنايا سي با اندستريال، سي با اندستري، ماهيش حاجة كما نقولوا حنايا مانيفاكتوري. يا دي شال، يا دي نابخون، يا دي تور دو كو، يا دي مول، دي تو سكي سفي افيك دو كروشي. سارتان زوفراج تاع زمان جبتهم حطيتهم في الاكسبوزيسيون باش يشوفوهم وشوفوا واش كانوا الناس يخدموا زمان. سي دي اكسسوار بيجو باسكو سي با دلا بيجوتري سكو جو في اي جوتيليز دو جو في دو ريسيكلاج اي دلا ريكوبيراسيون.